السلام عليكم البنات، كنتمنى تكونوا على خير وبخير. اليوم جبت لكم واحد الشكيل ديال القندوره، حتى هي ديال الدار. الشكل ديالها رائع جدا، قندوره بتوي برومي اللي هو فواحد اللوينات حقه زوينين عجبوني بزاف. كما لاحظتوا هاد التويب هذا داخل فيه الموف، داخل فيه واحد شويه الليموني، يقدر يكون ما باينش لكم بزاف، ولكن انا عجبني نخدمه بالليموني. وكما شفتوا الشكل ديالو ملي تخدم بهذا الليموني هذا جا رائع. لو كان تخدم بالموف غيعطي واحد اللون مختلف، ولكن ملي تخدم بهذا اللون هذا زعما غنقول لكم بان واحد الشكل رائع رائع جدا. داكشي تنقول لكم ماشي ضروري يكون عندنا شي لون في القندوره خصنا نخدمه بنفس اللون اللي فيها، لا، خاص يكون عندنا واحد شويه ديال التغيير في اللون، يا اما مغلوق يا اما مفتوح يا اما واحد اللون خاص يكون مرشوش به تبغي شويه كديروه وكيجي زوين. المهم هو يكون الاختيار صحيح. المهم هاد الاناناس هادي يا البنات خدمتها، دائما كنقول لكم القندوره كتوقف غير حد الكتف، ما كدورش في الدوره ديال العنق. الا كنقفتها ندوروها، ولكن بالنسبه للقنادر اي موديل يكون البنات غير حد الكتف، حيت هادي قندوره ديال الدار. بالنسبه لكم البنات انا درت هنايا اناناس حتى هي قسمتها على جوج، درتها في الكميمات، كيجي الشكل ديالها رائع رائع جدا. بالنسبه لهاد الموديلات البنات حتى كيتخدموا عاد كيتلصقوا، ها نتوما كيكون غير الخيط ديال الخياطه هنايا، حيت حتى العقيق كنديرو قبل ما نلصقها باش ما كيبقاش ليا داك الخيط اللي انا درت به العقيق كيبقى الخدمه ديالي كاع خاسره ليا هنا في الظهر. ايوا ها نتوما البنات هذا هو الشكل ديالها، انا غنلبسها وتشوفوا الشكل النهائي ديالها كيفاش جا. ها نتوما البنات من بعد ما لبستها كما تشوفوا الشكل ديالها كيفاش جا، جات زوينه بزاف الالوان ولا هذا، جات كتحمق بصحه مولاتها. نتوما البنات تشوفوا غير في الخدمه ما تشوفوش في الطاي، لان الطاي اصلا كبيره عليا ديال واحد الكليانه، وانا صورت بحقها باش تاخذوا فكره ونشاركها معكم. بالنسبه للموديل الاناناس سبق البنات وخدمته في القناه، رائع رائع جات فن، ما نقولش لكم الروعه ديالها. بالنسبه للقندوره البنات اي موديل كيتخدم تلصق خلي واحد الكتاب، الكميمات هانتوما كما كتشوفوا جات فن ما شاء الله بصحه مولاتها، تلبسها ان شاء الله بالصحه والراحه. مهم كنتمنى التعليق ديالكم وتقولوا الشكل ديالها كيفاش جاكم. يلا تهلاو براسكم، والسلام عليكم.